نماز ہو جائے
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله
عليهم الفتح وواعظ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا التزام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ذات البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيدنا ربي والعجم اسمه مقدس معتر متحر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كحف المرام الصاهي الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عازمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين وحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله
يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرق في قصة مختصر. بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعليه صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله. يا إلهي دين دنيا في هلك نعمة مليش، يا إبراهيم شاه ابراهيم تیرے پاس واسطے، شاه محمد میر میر الاولیاء کے واسطے، عارف و محبوب و مخدوم کے واسطے، حضرت مخدوم نواز شریف شاہ کے واسطے، راہ عرفان کر عطا ہم سب کو محمد مصطفیٰ کے واسطے، کر کرم ہم پر الہی پیشوا کے واسطے، حضرت مخدوم فاروق حسن قلندر قرا کے واسطے، اور معشوق الہی مرشدی مخدومنا حضرت شاہ محمد حسن صاحب خوش ادا کے واسطے، امیر علی شاہ صاحب مناقب قطب اقطاب جہاں اور غلام حضرت مصطفیٰ کے واسطے، اور زبیر شاہ صاحب مجدد عبدالکریم کر عنایت کی نظر شاہ عنایت دریا کے واسطے، سید میرا ٹھیک شاہ کے واسطے، شکر رحم کر شاہ المعالی مقتدا کے واسطے، شیخ داؤد اور محمد صادق قاری جناب شیخ الزبیر ہے ادا کی واسطے، شاہ نظام الدین بلخی قطب اقطاب جہاں شاہ جلال الدین صاحب وفا کے واسطے، قطب عالم بندگی مشکل کشا عبدالقدوس شاہ محمد شیخ مقبول خدا کے واسطے، شاہ محمد عارف و شاہ عبدالحق زندان پیر، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شاہ ولایت شاہ شمس الارض شمس الدین جی، علی احمد صابر استر یا رب لطف گنج شکر بابا فری، خواجہ عثمان کامل رحما کے واسطے، حضرت یا رب سے خواجہ حاجی شریف خواجہ مودود شاہ چشتیاں کے واسطے، خواجہ ابو یوسف محمد زاہد دیوارہ مقام، خواجہ علی احمد عبدال شاہ فاسا کے واسطے، سیدی خواجہ ابو اسحاق شامی کے دفین خواجہ منشاد قطب الاتقیا کے واسطے، یا الہی شاہ حضرت عبسی اور حضرت حذیفہ کے دفین خواجہ ابراہیم ادھم بادشاہ کے واسطے، سیدنا فضیل بن عیاض کا صدقہ یا اللہ، شیخ عبدالواحد حسین حدا کے واسطے، سیدنا امام حسن بصری کا صدقہ یا اللہ، حل ہو ہم سب کی مشکلیں علی المرتضی مشکل کشا کے واسطے، معرفت اور حسن کر عطا ہم سب کو مدام سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے،
عاقبت باخر ہو دنیا میں رکھ ایمان سے سلام اپنی ذات بے نیاز و کبریا کے واسطے زمین خاجان شجرہ صابیہ کے الهی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الهی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نواز شبی شاہ صاحب صاحب الهی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الهی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الهی الحسني والحسيني الشافعي محمدي يا غوث الهي محمد سيدنا امام امام في امام علي مقام شاه كربلاء سيدنا امام حسين رضي الله عنه الهي محمد سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه الكريم الهي محمد سيدنا احمد المصطفى محمد المصطفى سرور الانبياء صلى الله تعالى اللهم في حرمة الذات صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم قدر واحد شافري شافري حجبري مقبري بعبري برانبري شافري حجبري فريد يحيي فريد نور الله فريد نزل الله فريد وصل الله فريد سيد الله فريد سيد الله فريد الله فريد احمد الله فريد آيات الله فريد سر الله فريد عز الله فريد روح الله فريد عبد الله فريد محيط الله فريد قطب الافتاب فريد مشكل كشا فريد قاضي الحاجات فريد درويش فريد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم تعفي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوم مشؤوم منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر متحر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف المرام إصبع الظلم جميل الشام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله أعزمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدره منتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خادم النبيين شفيع المذنبين عريس الغريبين رحمة للعالمين أحد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة نبي الدار صاحب قاب قوسين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرق توي قصة مختصر بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصلى الله عليه وسلم
الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله معي. بسم الله معي. بسم الله بسم الله باقي. بسم الله كافي. بسم الله شافي. بسم الله بالي. بسم الله علي. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. أنبياء را أولياء را پنجتن پاک را دعا سا إمام را جهد معصومين را چار يار با سفارا شهيدان دشت كربلا را ستا سالارا جبروت را سنحنان داهوت را أشقيا را أصبيا را زهد را آباد را عبد الله و تاد را محبان را مدروبان را مجروبان را مجروب صالح را صالح مدروب را أصحاب مسكين را أصحاب تنمين حزين را لشتران حصه را أصحاب نشست را نكون سلامت را ولندران سلمست را صوفيان زبردست را ستلتلع تبقى حزيا را غرغلائی محبان را شاہان عرب را سرداران عجم را بندگان زنگی را امیران خراسان را غوث الغرا را سلطان الحند را بابا قطب الدین بختیار کاکی را فرید الدین مخصوم گنج شکر را مخصوم کلیر را شہنشاہ ولایت را پیر مرشد را خلفائے سن را آزان غزنیاں را خلفائے سعد منیری را خاکسارانی ہند را تاریخانی تبت را نقاشانی چین را جابک سوارانی بدخشان را عاشقانی غور را مشتاقانی ماوراء النہر را واصلان بحر بر را محبوبانی ماوراء الہند را غریبان کشمیر را بدرگاہ خدا شفیع معیاریں بیبران حاجات و مسلمات کشائی شکار ہائے دینوی و دنیوی دور ہونے تنگی روزگار مالی مشکلات امراض ہے جسمانی اندرونی بیرونی مرض سحر و شر ہر کے در آیت بر آیت ہر کے در افتد بر افتد ہر کے دگر خودت جگر خودت جو تکبیر عاشقان گوید اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہ روشن شان ہے جی آفتاب درجات میں روحانیت میں ترقی عطا Thank you.
الحضور التاسعين سنة
Thank you.
صدا کے لیے یا محمد تسلی کا سامان نہیں یا محمد تسلی کا سامان نہیں ہجر میں اس دل غم صدا کے لیے چین ملتا نہیں کل بھی مجھے اب مدینے بلا لو خدا کے لیے چین ملتا نہیں کل بھی مجھے بھلا دل تو کیا چیز ہے جان بھی اپنی دے دوں خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مجھ سے تفا کے جان بھی اپنی دے دوں خدا کی قسم نہیں ہے میرا سنیے مجبور کی دکھ بھری التجا اب کرم کیجئے فاطمہ کے لیے سنیے مجبور کی دکھ بھری التجا کیوں نہ میری دعا واسطہ کملی والے کا دیتا ہوں میں ہاتھ اٹھاتا ہوں جس دم دعا کے لیے واسطہ کملی والے کا دیتا ہوں میں ارمان ہے دم رکا ہے ان آنکھوں میں یا مصطفیٰ آپ کی صورت دل ربا کے لیے کہ طبیعت میری بہلائی ہے آپ نے آ کے طبیعت میری بہلائی ہے آپ نے آ کے طبیعت میری بہلائی ہے شکریہ آپ کا زحمت جو یہ فرمائی ہے خوش نصیبی میری یہ رنگ خوشی لائی ہے دل بے تاب نے تسکین ابھی پائی ہے آپ آئے تو میری جان میں جان آئی ہے آپ آئے تو میری جان میں جان آئی ہے اب نصیحت سے مجھے کچھ نہ ملے گی راحت چھوڑ دو حال پہ میرے مجھے سمجھاؤ مت چین پاتے نہیں دنیا میں مریض الفت تم کو معلوم نہیں درد جگر کی لذت عشق کی چوٹ ابھی تم نے کہاں کھائی ہے عشق کی چوٹ ابھی تم نے کہاں کھائی
کر ہوتی ہے دنیا میری حالت بے چین سوزِ الفت سے ہوں پروانوں کی صورت بے چین کر رہا ہے میرے دل کو غمِ فرقت بے چین آنسو آنکھوں میں نظر در پہ طبیعت بے چین خوب یہ دل کے لگانے کی صدا پائی ہے